تتواصل انطلاقات هذا المساء مشاهدينا متابعينا الاعزاء عبر قناه ابو ظبي الرياضيه الناقله من ارض الحدث، ويسير الشوط الثاني عشر حاملا تحديات الجعدان المهجنات. اذا مباشره نسير الى المقدمه والى الصداره الى المركز الاول. هناك المقدمة والمركز الأول هملول على الصدارة والمقدمة بشعار هجن الرياسة مع المضمر علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز الثاني هنا الوصول أيضا من هملول لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي على ثاني المراكز مقدما لهملول على المركز الأول والثاني. المركز الثالث الوصول والتحدي من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وخالد بالمر بن حلوة، وصل على ثالث المراكز مقدما لهذا الاسم ومقدما لشاهين. المركز الرابع حملول لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي الظافر هنا بتواصلا في انطلاقات هذا المساء. اذا المركز الخامس والوصول والتحدي من مدوش لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم وسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير. ننتقل الى سادس المراكز لنجد اسراب لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم العامري في عملية التضمير. المركز السابع والوصول في هذه اللحظات شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم العامري ايضا مقدما لشاهين على سابع المراكز. والمركز الثامن في هذه اللحظات هنا مهاجر وصل في هذه اللحظات والسلالة العريقة والمميزة والاسم التراثي هناك لمعالي الشيخ زايد بن محمد بن بطي آل حامد وعبيد بن مبارك بالحول الحارثي في عملية التضمير. المركز التاسع هنا التحدي والوصول الراي هناك الوصول ايضا والتحرك من شديد لهجن الرياسة ومبارك بن احمد بن مايد الخيلي وصل في هذه اللحظات مقدما شديد يا شديد. ولكن تاسع المراكز شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد الراشد المكتوم محمد بن ضعيف بن قدير الاكتبي هنا من وصل على تاسع المراكز. والمركز العاشر هنا التحرك من محشم وصل في هذه اللحظات لسمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم وسلطان بن سيف بن سلطان المقبالي. اذا العوده الى هملول على المركز الاول على الصداره بشعار هجن الرياسه الاشهر من نار على علم. يتقدم هذه الجموع الغفيره لياتي ويقدم لنا هملول بقياده المضمر الظافر بقياده علي بن يميل الوهيبي على المركز الاول وعلى الصداره. بينما المركز الثاني بينما القدوم من شاهين تقدم شاهين في هذه اللحظه بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وخالد بالمر بن حلوه من يتقدم في هذه اللحظات. وايضا الوصول من هملول وصل في هذه اللحظات بشعار هجن الرياسه مع المضمر علي بن يميل الوهيبي. ولكن الوصول ايضا وصل الشديد وتحرك شديد من المناطق الخلفيه لياتي بهذا الشعار حقن الرياسه مع المضمر مبارك بن احمد بن مايد الخيلي المميز المتميز دائما وابدا. المركز الخامس والوصول ايضا من هملول لهجن الرياسه وعلي بن يميل الوهيبي. والمركز السادس هناك مدوش لسمو الشيخ محمد بالمر بن مكتوم المكتوم وسعيد بن عبيد السبوسي. ولكن وين يا هملول يا هملول على المركز الاول وعلى الصدارة
الصدارة بشعار بشعار هجن الرئاسة مع المضمر علي بن يميل الوهيبي. هنا ينطرد بالمركز الأول ينطلق بالصدارة وهذا الشعار يرفرف يرفرف في سماء الإبداع يرفرف في سماء التحدي. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا العرض الممتاز على هذا العرض المميز بهذا الشعار المتميز دائما وأبدا الخمسمائة متر الأخيرة. وينطلق هملول وينطلق هملول بالمركز الأول. ثاني المراكز هناك يتواجد شاهين لسمو الشيخ حمدان بن حمدان بن راشد آل مكتوم ولكن العودة إلى هملول عيني على هملول. هناك على المركز الأول ينطلق انطلاقة الفوز ينطلق انطلاقة الناموس ينطلق انطلاقة التحدي والإبداع والإمتاع والإقناع. سلام يا هجن الرئاسة سلام يا الحمر الخطر الذي يصر النظر. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وتهانينا للمضمر علي بن يميل الوهيبي. من أتى ثانيا؟ هناك الوصول هناك هملول لهجن الرئاسة مع المضمر علي بن يميل الوهيبي. وصل ثالثا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وصل رابعا. هناك وصل شديد على ثالث رابع المراكز لهجن الرئاسة ومبارك بن أحمد بن مايد الخيلي وصل خامسا وصل على خامس المراكز. هناك مناور لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي في عملية التضمير. إذن شهدنا التحدي وشهدنا هملول من انطلق انطلاقة الفوز والناموس وحقق هذا الناموس واهداه إلى هذه المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الرئاسة. هناك من احتضنت هذا الناموس بقيادة المضمر الظافر علي بن يميل الوهيبي من أهدى هذا الناموس لهجن الرئاسة في هذا الميدان عاصمة الميادين. إذن هنا الإعادة باللقطة البطيئة من المخرج المبدع عصام الهواري والتوقيت الزمني الذي تسجل تحت أقدام هملول 7:48.6 من الثانية. تهانينا والناموس وصل على ثاني المراكز. هناك هملول لهجن الرئاسة مع المضمر علي بن يميل الوهيبي والتوقيت الزمني 7:50.4 من الثانية. تهانينا والناموس وصل على ثالث المراكز. هناك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتومة 7:50.4 من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.